إلى ذلك أشاد قائم مقام قضاء بلد المهندس معامر عبد الهادي مرهون بالأجواء الأمنية والمجتمعية التي رافقت معركة الوطن ضد الإرهابيين في ملحمة ذات السواتر، مؤكدا أن التكاتف الشعبي كان شاهدا على الأخوة العراقية التي قهرت الإرهاب. نحتفل اليوم في أرض الضلوعية المباركة التي كسرت الطائفية والتي عبرت عن ملحمة جهادية لدحر داعش الإرهابي، والذي سال دم العراق من شماله إلى جنوبه على هذه الأرض المباركة لرسم خارطة وطنية جديدة للعراق. فالرحمة والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا، وما التوفيق إلا من عند الله.